الطلبات تناول الكلمة وفقاً للمادة 66 من النظام الداخلي للمجلس، وهناك لائحة من 6 نواب طلبوا الكلمة. فنبدأ بالنائبة السيدة جميلة المصلي، هل هي هنا؟ تفضلي السيدة. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة والسيدات النواب المحترمين، نود في فريق العدالة والتنمية إحاطة المجلس علما بالإضرابات المتوالية التي يخوضها أطر وموظف وزارة العدل، والتي أصبحت تؤثر سلبا على مردودية هذا القطاع، ولم تتوصل الوزارة المعنية لأي حلول يمكن أن تحفظ كرامة هذه الشريحة من الموظفين وتلبي الحد الأدنى من مطالبهم، وفي نفس الوقت تجعل الشعارات المرفوعة في قطاع العدل على سكة التطبيق. السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب المحترمين، السادة الوزراء، ظلت مطالب موظفي وأطر كتابة الضبط في الانتظار لعدة سنوات، وظلت وضعية هذا القطاع متدهورة إلى أن جاء الخطاب الملكي لسنة 2003، والذي يبعث نوعاً من الأمل في نفوسهم. لكن للأسف ولحد الآن لم يتم تنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب، والتي أوصت بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهؤلاء الموظفين. فالقانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط لم يرى النور، والتعويضات هزيلة ولم تشمل سائر موظفي هذا القطاع. أضف إلى ذلك أن الآفاق المهنية منعدمة بخصوص الترقي الوظيفي في اتجاه الاستفادة من الخبرات التي يختزنها موظفو وأطر هذا القطاع. أضف إلى ذلك أعباء تكاليف التوقيت المستمر بسبب عدم تجهيز جل المحاكم بالمقاصف وغيرها. السيد الرئيس، إن أي إصلاح لمنظومة العدل ببلادنا لا يمكن أن يتحقق بدون تحسين وضعية الموظف الذي يرافق مختلف الدعاوى والمساطر الرائجة أمام مختلف المحاكم ببلادنا، منذ فتح ملفات مروراً بتجهيزها وانتهاءً بتنفيذها وحفظها، وكلها عمليات دقيقة وخطيرة، ناهيك عن دور هذا الجهاز في تحصيل كثير من الغرامات والمخالفات وغيرها مما يشكل مورداً أساسياً لخزينة الدولة، ويمكن كذلك من التطبيق السليم للقانون ويحفظ حقوق المواطنين من جهة أخرى. نود أن نلفت النظر كذلك إلى خطورة التعتيم الإعلامي الممارس ضد هذه الإضرابات، وهو ما يشكل خرقاً سافراً للحق في الإعلام وديمقراطة إعلامنا الوطني. ونقول هذا الكلام بمناسبة حضور السيد وزير الاتصال معنا. لذلك مرة أخرى في فريق العدالة والتنمية نريد أن ننبه الحكومة إلى ضرورة الدخول في حوار جدي مع نقابات الموظفين والاستجابة لمطالبهم العادلة، والتي ظلت في الانتظار لعدة سنوات صوناً للعدالة وحفظاً لحقوق الموظفين والمواطنين. شكراً السيدة المحترمة. الكلمة الموالية للسيد نور الدين قربال. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. الموضوع اللي بغيت نطرح هو ديال الاستفادة ديال الأراضي ديال سودية وسوجيتا. طلعت عندنا بعض الجرائد بأن مجموعة من النواب البرلمانيين استفادوا من هذه الأراضي. ماشي عيب يستافد النائب البرلماني لأنه مواطن، ولكن احتراما لهذه المؤسسة ورفعا من المستوى ديال المؤسسة ديالنا، وفي إطار التزام ديال السيدات والسادة النواب، النائب البرلماني اللي استافد بالطرق المشروعة يدير بيان الحقيقة ويقول استافدت بالطرق المشروعة، وماشي عيب في إطار القانون. واللي ورد الاسم ديالو هو ما مستافدش، يقول يا سيدي انا ما مستافدش. والحكومه خصها تعطينا كذلك توضيحات في هذا الاتجاه. مجلس المستشارين طلب اللجنه ديال تقصي الحقائق، الوزير المعني راح صرح كذلك في مجلس المستشارين
بانه قابل باش يجاوب على جميع الاسئله ويجاوب على جميع الاشكالات المطروحه. فهذا تهمنا احنا جميع، احنا تهمنا جميع في اطار احترام المؤسسه ديالنا، باش ما تبقاش المؤسسه ديالنا هي اللي جات يتكلم. فيبدو لي ان هذه القضيه هذه، انا عندما اطلعت على هذه الامور هذه، فاطلب يعني باش ناخذوا، باش اولا الحكومه تعطينا توضيحات الراي العام، ثانيا اننا باش النواب البرلمانيين، طبعا ان اللي استفدوا كما قلت في الطرق المشروعه يبينوها، واللي ما كاينش يقولوا ما كاينش، وهكذا في اطار دعم دوله الحق والقانون والرفع من المستوى التشريعي. وشكرا. شكرا السيد النائب. الكلمه المواليه للسيد عبد المالك الكحيلي. غائب، يتنازل. السيد ادريس الدوجي. الدواجي كاتبينها الدوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، سيدي السادة النواب المحترمين، تشهد الطريق الرئيسية رقم 4 في شطرها الرابط ما بين سيدي سليمان سيدي حيا والقنيطرة حوادث سير عديدة، آخرها وقع في نهاية الشهر الماضي عندما أفرغت شاحنة حمولتها من الخشب العود الغبوي على السيارة التي كانت تسير وراءها بعد انقطاع حبال الجامعة للحمولة المذكورة، وهو ما أدى إلى وفاة كل راكب السيارة الأولى وجرح وإصابة عدد كبير من ركاب السيارات التي كانت تتبعها. وليس هذا بالحادث الأول الذي تشهده هذه الطريق ومن نفس النوع، بل العشرات خلال الشهور الماضية وأدت إلى نفس النتائج. هذا ما يدعو وزارة النقل إلى إعطاء الأمر ما يستحق من أهمية وتحمل مسؤوليتها الكاملة بضبط وتعزيز المراقبة بهذه النقطة السوداء، ووضع شروط وتقنيات للحماية تكون إلزامية بالنسبة للشاحنات التي تنقل الأخشاب والرمال والعود الغبوي داخل إقليم القنيطرة وفي باقي أقاليم المملكة، للحد من فوضى بعض الشاحنات التي تشكل حمولتها الزائدة من المواد المذكورة تهديدا لحياة ركاب السيارات المستعملة لمختلف الطرق الوطنية، وهو ما تنتج عنه وفيات ومعطوبين والتحطم للسيارات المستهدفة. شكرا. شكرا السيد النائب. السيد عبد الجليل بقطاسة، ربما تفضل. شكرا السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. إحاطتنا بطبيعة الحال تتعلق بتعددية العامة لموظفي الإدارة العمومية، ومعنا السيد الوزير المحترم. ربما لا يعني الأمر بشكل مباشر، ولكن نتمنى أن يتدخل في الموضوع. بعد الصويرة خلال شهر فبراير 2006 التي استغل فيها السيد رئيس التعددية العامة لموظفي الإدارة العمومية الموارد البشرية والمالية للتعددية للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها باءت بالفشل بطبيعة الحال، يحل سيادته بمدينة العيون لعقد الجمع العام العادي يوم الجمعة والسبت 19 و20 ماي 2006 بفندق نكجير الشاطئ بمدينة العيون طبعا. ومن بين نقاط جدول الأعمال هذا الجمع العام المصادقة على التقرير المالي للسنة المالية 2004 في محاولة لصرف أنظار الرأي العام عن الخروقات المالية التي تعرفها التعددية ولتمرير هذا الحساب المالي للسنة 2004. ومن بين المواد التي يتضمنها هذا التقرير أو البيان الختامي لهذا التقرير الأصول، وخاصة المادة المتعلقة بالبنايات ولا سيما العمارة التي تم اقتناؤها بطرق غير شرعية والتي نعرف المبالغ التي صرفت من أجلها. وإلا خدينا الصيانة والآتات والتجهيز بالمعلوميات لهذا العقار هذا، غادي نجبرو بأن هذه التعددية صرفت 68 مليون ديال الدرهم و 776,401 على عقار لا زال في ملكية صاحبه الأول، وهي
وهذا العقار كيحمل الرقم رسم العقاري 8996 على ار، واللي مازال كما قلت في ملكيتي صاحبي الاول. هناك كذلك لجنه ديال الافتحاس التي قامت بها المفتشيه العامه للماليه التابعه لوزاره الماليه في الموضوع، واللي وقفت على عده خروقات موجوده في التقرير، والتقرير بين يدينا. اختلالات كبيره في صرف مبالغ وصرف مبالغ ماليه بدون مبرر. حنا السيد الرئيس الاحاطه ديالنا كنطلبوا حاجه واحده من وزاره العدل ووزاره الماليه، انها تحمي المال العام، وخاصه اذا كان هذا المال لموظفين ضعاف بسطاء ينتظرون منه ان يعود على عليهم بالنفع، وخاصه في زمان التغطيه الصحيه اللي كنعرفوا ما تتطلبه من اموال من اجل انجاحها ومن اجل مساهمه الجميع. هذا هو الطلب ديالنا، وشكرا السيد الرئيس. شكرا السيد النائب. الكلمه الاخيره للسيد عبد القادر العسولي من فرق التحالف الاشتراكي. وزير اخواني النواب اخواتي النائبات، سجلت البلاد ديالنا الكثير من الوفيات والاختناقات الناتجه عن استعمال اجهزه تسخين المياه بالعديد من المدن المغربيه، وتفيد بعض المصادر ان هذه الاجهزه من نوع الرديء التي لا تتوفر فيها ادنى شروط مواصفات السلامه، والتي تم استيرادها من الدول الاسيويه. وقد عرف هذا النوع من المسخنات او من السخانات عفوا رواجا كبيرا في الاسواق المغربيه نظرا لانخفاض سعرها وضعف تكلفه تركيبها واستعمالها، وهو ما شجع بعض الفئات الاجتماعيه خصوصا منها ذات الدخل المحدود على الاقبال الكبير عليها دون التفكير في مدى توفرها على شروط السلامه الضروريه. وقد تسبب ذلك في وفيات في وقوع العديد من الحوادث، حيث تم تسجيل 25 حاله وفاه و175 حاله اختناق خلال سنه 2005 وحدها، وهو ما ينذر بخطوره الموقف، الشيء الذي يستدعي ضروره التدخل المستعجل لوقف مسلسل الخسائر التي تخلفها سخانات الماء هذه. ولاجل ذلك فقد صار من اللازم اليوم تطبيق اجراءات مشدده في استيراد هذا النوع من الاجهزه، والزام الشركات العامله في القطاع بمراعاه مواصفات السلامه واحترام المعايير المطبقه في هذا المجال، وان اقتضى الحال اتخاذ قرار المنع من تسويق هذه المنتوجات في السوق الداخليه الوطنيه حفاظا على حياه وارواح المواطنين. وفي السياق نعتقد ايضا انه من الضروري والقيام بواحد الحمله تواصليه مع المواطنين، وفي هذا الصدد هذا الاطار ديالنا لهذا الماده الجانب الاخباري في هذا الصدد، وتثير انتباه الحكومه ان حاله الوفيات نتيجه الاختناق من جراء هذه الاجهزات في تزايد، وينضاف للقائمه ديال الوفيات بالامس وفاه شاب يبلغ من العمر 22 سنه بمدينه بن حمد واخر بمدينه خريبكه، تعازينا لكل الاسر المكلومه التي فقدت ذويها من جراء هذه التجهيزات الفاقده لمواصفات الجوده، فهل من اجراء؟ وشكرا. شكرا بها.